مرحبا بكم وحياكم الله. فوجئ مستخدمو موقع فيسبوك اليوم بخبر مفاده بأن شركة فيسبوك تعتزم تغيير اسمها واستبدالها باسم آخر الأسبوع المقبل، بحسب موقع The Verge الذي استشهد بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر. فيسبوك لم تعلق على الأخبار المنتشرة واكتفت بالقول أنها لا تعلق على الشائعات والتكهنات، خاصة وأن سبب تغيير الاسم المفترض كان متعلقا بكل الأزمات التي لحقت العملاق الأزرق بحسب خبراء مواقع التواصل الاجتماعي، بدءا بأزمة كامبريدج أنالتيكا وليس انتهاءا بأزمة الخوارزميات الأخيرة التي وصل مداها إلى الكونغرس. طبعا هذا كان تحليل خبراء السوشيال ميديا، وهو تحليل مغاير للمحللين الاقتصاديين رأوا الأمر طبيعيا وحتميا مع تضخم مشاريع الشركة واتساعها لتشمل تطبيقات وبرامج كثيرة مثل انستغرام وواتساب، لذلك وجب تغيير الاسم لعدم اختلاطه مع تطبيق فيسبوك الشهير ذي العلامة الزرقاء. ولتقريب الفكرة طرح المحللون هؤلاء مثالا، وهو شركة جوجل التي غيرت اسمها إلى شركة ألفابت، وهي الشركة القابضة التي تتحكم اليوم في كل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاقة، من بينها محرك البحث جوجل بحد ذاته. طيب ماذا يقال الآن على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما الذي قاله المغردون؟ دعونا نقرأ أبرز تعليقات وأبدأ من محمد. محمد قال، ماذا قال محمد؟ قال: مع فضائح الشركة المتزايدة ومع زيادة قلق المستثمرين، مجلس إدارة الشركة يبدو أن تغيير الاسم سيكون لا مفر منه، وهذا معروف بين الشركات الكبرى. كما علق سعيد قال: عندما تأسست شركة فيسبوك لم تكن تملك سوى موقع التواصل، اليوم هي تملك مئات الشركات وكلها تحت اسم موقع التواصل، إذا وجب تغييره لعدم اختلاط الأمور على الناس. أخيرا حماد قال: تغيير اسم المجموعة أمر طبيعي بتضخمها ولن ينجيها من أي أزمات قانونية تمر بها، إلا أن ذلك لا ينفي أن تغيير الاسم له تأثير نفسي على العامة خاصة في الأزمات. لكن دعونا نذهب إلى متخصصين أكثر للسؤال. معي من بيروت الخبير في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي السيد فريد خليل. أهلا بك سيد فريد، معنا مجددا في منصات. إذن هذا ما قاله فريد معظم المغردون، هم يتساءلون، البعض قال مسألة طبيعية، هل تعتقد فعلا أننا سنرى اسما جديدا لشركة فيسبوك خلال الأيام القادمة؟ مرحبا أستاذ ماجد. هلا بحسب ما عم يتداول انه نحن رايحين على تغيير الاسم ولكن ليس بالتطبيق بحد ذاته، لابد من الاشاره بالبدايه انه الريبراندينج او تحديث العلامات التجاريه للمنتجات والشركات الكبيره في العالم هو امر جدا طبيعي عندما تكبر هذه الشركات. وعلى سبيل المثال الحصر، وقد تفضلت حضرتك، شركة جوجل عام 2016 أصبحت تحت اسم شركة ألفابت لتقول للعالم بأنها ليس عملها ليس محصورا بالسيرش أنجن أو بمحرك البحث، إنما هي أيضا ستذهب ضمن الأبحاث الطبية. ولكن ما قد يجعل تغيير اسم فيسبوك حدثا هاما جدا، وسأقول سيكون تطورا كبيرا في عالم التكنولوجيا على غرار عندما وجد الانترنت في وقته، لسبب واحد: اذا كان الاسم سيكون ميتافيرس كما يقال، اي ان التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي سيصبح ثلاثي الابعاد بعالم افتراضي بشكل كامل. هذا سيكون تطور تكنولوجي جدا كبير في عالم التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك هذا هو حدث مهم جدا جدا في هذا الإطار. طيب سيد فريد، دعني يعني فقط لي يعني من يشاهدون الحلقة الآن، لو نعيد يعني شرح هذه الكلمة المتداولة التي ربما تكون يعني اسم موقع التواصل الجديد لفيسبوك، أيضا ماذا يعني ثلاثي الأبعاد؟ يعني ما الذي ممكن أن نفعله هناك؟ اوكي، قبل ما راح يكون، يعني هي الشركه الام سيكون اسمها ميتافيرس، هي تضم ميتافيرس من خلالها، نعم ميتافيرس تضم من خلالها فيسبوك، انستغرام، واتساب، اوكولوس وغيرها من الشركات الكبرى تحت طبعا اداره مارك زوكربيرغ والاداره ككل. واستثمرت الشركه، وتقول الشركه بانها دعت حوالي 10,000 موظف في اوروبا
بهذا الغرض، يعني بالعمل بهذا الغرض. ما معنى التفاعل بثلاثي الأبعاد؟ طورت شركة فيسبوك، الشركة الأم فيسبوك اليوم طورت الـ AR glasses، الـ augmented reality glasses، أي الواقع المعزز عبر النظارات، أي يعني يمكن التفاعل كأنك موجود بمكان معين وأنت منك موجود فيه. يعني عم جرب شوي بسطة للمشاهدين تنقدر نفسرها، ولكن هذا طبعا بشكل خطر وبشكل تحدي جديد، ويمكن باب من الاتهامات الجديدة على الشركة من بعد الاتهامات اللي توجهت لها بأنه هي طيب. تسيطر على المراهقين. طيب سيد فريد، هنا لابد من السؤال، هل تغيير الاسم هو مرتبط أكثر بالشائعات، بالأمور الخلافية الكونتروفيرشل التي حصلت على فيسبوك، أم أننا مرتبطون أكثر بوضع مالي إداري تطوري للشركة؟ اثنين سواء استاذ ماجد لسبب واحد. الشركة إلى فترة عم تتعرض لدعاوي كثيرة، منها الاحتكار، منها السيطرة على خيارات المراهقين وكيف بيتفاعلوا مع كل شيء من حواليهم، منها اللي كمان احدى الموظفات اللي تركت الشركة وكانت عم بتقول انه الشركة بتهتم للأرباح اكثر من السلامة العامة، تيك توك وتطور تيك توك والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم بياخد عدد مستخدمين من الشركة. كل هيدول عوامل بمال بتخلي الشركة انها تروح تطور حالها اكثر، تعمل اسم جديد، تلهي الناس بموضوع جديد، او حتى تعرض تكنولوجيا جديدة تقول لهم انه انتم هلا وصلتوا لهون، انا نقلت على مرحلة اخرى. طبعا هيدا كله هلا بعدنا عم نحكي نحن باللي عم يتسرب واللي عم ينحكى، ناطرين نهار الخميس بالمبدأ رح يكون هيدا الشيء كله واضح عبر مارك زوكربيرغ شخصيا. طيب سيد فريد، يعني اليوم نحن نتحدث عن شراكات، فيسبوك لديها شراكات كثيرة لكن لا يوجد لديها مبادرات اجتماعية متقدمة. البعض قال يجب أن تعزز الشركة دورها ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في أماكن مختلفة، هل تعتقد هذا ممكن أن نراه بعد الاسم الجديد؟ يعني طبعا نحن بعد منا عارفين إذا هي رح بتروح كمان بهذا الإطار، لأنه ضمن هيدي الشركة ممكن نروح على يعني في قصص بعد ما تسربت بعد ما انحكت، الكل ناطر نهار الخميس ليشوف مارك زوكربيرغ شو رح يقول بهذا الإطار. سبق وقالوا إنه هني عم بيحاولوا يعطوا إنترنت لكل العالم، يعني في بعض المناطق بعد مش واصلة لها الإنترنت، هي كشركة عم مستعدة إنها تطور ساتلايتس معينين لتقدر تعطي الإنترنت ليصير موجود لكل الناس من أجل التطور وإشراك كل المجتمع مع بعضه كعالم واحد. هيدا رح لك بكل صراحة بعد مش معروف إذا رح يكون في إلا مبادرات بهيدا الإطار، كمان بهدف التخفيف النقمة أو الهجمة الكبيرة عليها، ولأنه نحن بنعرف أنه هي صاحبة أكبر عدد مستخدمين. أشكرك من بيروت الخبير في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي سيد فريد خليل، شكرا لك.